اشبيه هادول والله يرموا البلاد حقنا والله. حتى بالصومال يخزنوه. ايش؟ حتى بالصومال يخزنوه. لا لا هنا هنا. ليش انت نسيتي انه الصومال ويما في شراكه؟ ام الصبيان ايش هذا؟ شراكه بيش؟ والله يا نسيت. ما انا بستحوا على نفوسكم، القادة بالوالو ابتليتوا فاستتروا، خزنوا ببيوتكم، خزنتوا نحن عند الاغاني. يا وريه وريه في اليسوفة، هادي وريه في اليسوفة تتكلم تمام معي فلوس، وريه معك 100 ولا خدرة بس وريه، والله وريه سلم 100 ريال والله وريه. عجبك؟ شوف كيف المناقمة حقاك انفعل. عجبنا. ها؟ من عاد عجبنا عجبنا. كبير. امشي. روح عليه ولا كيف؟ بشر نفسي بروح ابونا من شق وطرف. ولا بسبب المناقمة والفحص حقك ابونا من شق وطرف. يلا شلنا وشلنا الموكيت حقي. يا بنتي يا بنتي اقول لك ما تلاقيش الشنطة. لا خلاص ما بتلاقيهاش. ما بتلاقيهاش ما بتلاقيهاش. ما بتلاقيش اقول لك ما بتلاقيش. اسمعي اسمعي من اقرب ستيريو روح اشتري لك كاسة العوض على الله لان الشنطة ما بترجعش. ما بتلاقيش ما بتلاقيش. خلاص 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 يا منال لو في امل 1% ان ترجع الشنطة حقي بلوكش هذا ما بنلاقيهاش يا منال. ايوه اسكيوز مي اسكيوز مي. لا لا على فكرة لا تفهمينيش غلط انا مش متشائمة بس واقعية جدا. واقعية وصل يا روميو يا روميو مش خلاقك المغاطة اللي لقيت الشنطة. بعد اقول لك اف لقيت الشنطة حقي. قصدك لقيت الشنطة؟ ما انا لقيت الشنطة حقي اعطيني الشنطة حقي لو سمحت. لا روميو 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 منال شنطة حقي الحمد لله لا مش مصدقة روحي. ايوه كل الاوراق موجودة يا منال الحمد لله كل الاوراق موجودة. ايوه بسريها انا مش انا قلت لك قلت لك انك بتلاقي الشنطة. الله يهديك متشائمة. عموما كل شيء موجود مش حاجة ناقص. هلا الحمد لله خلاص اي اوامر اي خدمات امرنا احنا يا انسة مديحة. على فكرة أنا اللي لاقت الشنطة مش هو أبدا. وعلى فكرة هي اللي أنا سويتها. مش عارفة كيف أشكركم يا شباب. أيوة خلاص يعني تشكرين إحنا الشكر كله عدل بيبو حليه تأكل حاجة. بعدين بيبو مهتم بموضوعك شخصيا. لا حطها يا نبي روميو وأنا عمري ما شفت بين حافتي مهتم بموضوع كذا. ها؟ إيش تقصدوا ها؟ إيش تقصد؟ هو إيش تقصدوا عليك ها؟ إيش أي واحد هذا كلام عيب إيش تقصدوا؟ مدري انت ادرى خرجنا خرجنا بقى. وهو ليش يهتم فينا ها؟ ليش يهتم فينا؟ ليش ما يهتم بيجني؟ اثنين ضربه واحده هكذا احمد وبيبا. يا رب يا رب طالبه واحد منك بس. اسكيوز مي اسكيوز مي على فكره انا مش حساده عيني عليك بارده يا كبيره. ماجدة من طارق ماجدة أنا مش مصدق. معقولة مش مصدق أشوفك بعد الفترة دي كلها. 8 سنوات قزعت وانت زي ما انت ما في بكش ولا حاجة تغيرت يا طارق. أنا مش مصدق عيوني. شكل الاثنين العيال يحبونك قوي احمد وبيبو. منال نسيتي نسيتي ان انا متزوجه؟ نسيتي؟ لا ما نسيت. وبعدين دول شباب بس حبوا يساعدوني بس مش اكثر. ايوه افهمي. اسكيوز مي اسكيوز مي انا انسانه عانس واكبر وكمان اطول منك. ايوه قضيبان يعني انا افهم يحبوني. ما قلتيليش ايش اسمه؟ اسمه وليد. ايش اسمه؟ انا اسمها محاسن. أنا معي 3 جهال معي عامر وعدنان ورائد. فرق بين كل واحد والتاني 2 سنين. تعرف إيش يقولوا لي في الحافة؟ إيش يقولوا لي؟ يقولوا لي هم الصبيان. أنت كم معك؟ أنا ما قدم الحمد لله يعني ما فيش نصيب. رحنا لدكاترة بس أنت عارف الحمد لله.
انت ان شاء الله ان شاء الله يا امل كرهه بتتطلقي من زوجي. ان شاء الله بتطلق. ايوه الان لازم تقولي لي بتنقي مين؟ احمد ولا بيبو؟ حره انت سددي نفسي عن الزواج. ايوه ولا بنقي حد منهم. خلاص ارتحتي؟ يا هبله يا هبله دي فرصه ما تتعوضش. بالزمن ده الولاد يجي يقول للبنت احبك وبتزوجك تتعب وتخش عباب. ولد مسكين في المستشفى وديناه المستشفى وعملنا له فحوصات قالوا عنده تكسرت بالدم ما لقي ابن الدم وجبنا كل اللي طلبونه مننا ورجعوا قالوا لك لا خطا في التشخيص عنده الا ملاريا وربك يسترش بيزيدوا يقولوا. يا ماجدة انت عارف المستشفيات حقنا؟ عارفها؟ لا مستوى ولا تجهيزات كل من حق ام الجنة. بدل الهدره الفاضيه دي من اول تكلميني على العيال وتفتحي لي عيوني في بهم. قولي لي قولي لي لما بيجي زوجك هكذا كيف بتقابليها؟ صدقي يا منال قدني انا من اول وانا افكر بهذا الموضوع حاسه بخوف شديد. حتى انا حاسه بخوف شديد. بس ايش اسالك يعني تزوجتي عن حب؟ ها لا لا الزواج كان تقليدي. انت اكيد زوجتي عن حب صح؟ انا برضو تقليدي يا ماجدة انت عارفه. ماجدة سعيده معه؟ اكيد اكيد بكون سعيده معه مش زوجي وابو عيالي. بس انت اكيد سعيد معه. انا في قمه السعاده يا ماجدة. لو اني مكانك اول ما بشوفه بخنقه وبشرب من دمه الحقير الواطن. لا تقتلي ولا تشربي من دمه. اهم حاجه طلقني والاهم شهاده ميلاد ابني. فهمتي يا منال؟ فهمتي؟ الحمد لله. بس يعني انا متاكد يا ماجدة انه عمرك ما حبيتي حد زي ما حبيتينا صح؟ الله يهديك الله يهديك. بس يا دارق مكانك تحب الصفات وتحب الفراغ الله يهديك. بس مش لو كنا زمان وكانت ظروفنا كويسة مش كنا تزوجنا زمان وكنا خلفنا تذكر الأستاذ صابر؟ أستاذ صابر ما ننسى الأستاذ صابر. دائما كان يجلس يقول لنا جملة الحياة مجموعة من المحطات والشاطر اللي يقول معك نازل في المحطة الصح. أنا قلت معك نازل في محطة وليد. عندك وليد مستنيني في المستشفى. ماجدة ما قلت ليش فرزة الشيخ من فين؟ مع السلامة. ماجدة ماجدة ما بشوفكش مرة ثانية. ما فيش داعي وخلينا نكون بين الذكريات الحلوة. ما فيش داعي نحنا نفسده. مع السلامة ماجدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حصلت الشنطة. الحمد لله لقينا الشنطة. الحمد لله. غريبة بيبو ما جاش للآن؟ لا ما أدري ليش ما جاش ما وصلش. اصلا هو اتصلي اتصلي ايوه وقال انه حصل زوجك. ايوه حصل زوجك عبد الرحمن. عبد الرحمن ايوه وخلاص قال انه ناوي يصلح كل حاجه وبيرجعك. المهم خلاص بيجي وبيقول امس السياره حقه. ما شاء الله تبارك الله قدوم ثلاثه يا رب يا رب طالبه نص نفر. اسكيوزمي انا مش حساده بس محروقه. انا فرحان لك يا امل فرحان لك بكل قلبي. انت بنت طيبه ومسكينه وحياتك معانا في معانا قاسيتي كثير. بس خلاص الان زوجك بيشيل لك بيوديك معه الخليج. ايوه الخليج بلاد العز بترتاحي. المهم اهم حاجه ان شاء الله تكوني معه سعيده ومع احمد كمان. احمد ايوه احمد الصغير. وانت ان شاء الله كده ربنا من عنده بيعوضك ببنت الحلال اللي بتصونك.